اذا اجانا اور اكس دوله رئيس الوزراء نور المالكي اي كي اي الاكس مالتنا موضوعه كان مختلف، ما كان يقبل هاي المسائل، يقول لك انا رجال عندي شغل، انا ما عندي وقت هاي السوالف القديمه والتعبانه. شو يعني لك المالكي؟ انا وجدت بي الاب والاخ. اخ قد يكون بس خاف يزعل علي اذا اقول اب على اعتبار الفارق العمري كبير بيني وبينه. يعني انا ما شايف رئيس وزراء على ابسط مساله تلقى انفاسه وتلقى حركته وتلقى تدخله. صار اليوم الماسك على علاقه بنور المالكي كالماسك على دينه، كالماسك على جمره من النار. اولا حبا بالسيد المالكي استاذ معلم. عندكم رئيس وزراء مثل السيد نور المالكي خاطر تجي تحكي عليه انت؟ تحس انه هو اخ كبير او اب حبيب صراحه. اطلع برا اطلع حبيبي يلا روح يلا يلا هاد ما هنيه بعد يطب هنا ما عندك سالفة أبد. مشاهدينا كنتم مع فقرة أطفال المحبة. بس ما أدري إذا أحسك واحد هنا. هاي أنت بعدك هنا حبيبي؟ يلا حبيبي يلا روح. ما بدي أنت ما أبوي يلا روح. باي باي هلاو. بس احنا من حقنا نحب الرجال، يعني هو كان مدللنا. كاميرا بان كل يوم المراه الوزيره المدلله في جلسه مجلس الوزراء باعتبارك الوحيده مدلله تشعرين بذلك؟ احيانا فقط من احيانا الدلاله يقوم على لا دوله الرئيس، يعني حقيقه هو الداعم الاول. كما وزاره المراه مدلله نحن ايضا مدللات لدى رئيس الوزراء، فمنحنا بعض نصف دقيقه معاي. مع الاسف راح اللي مدللنا.